كان هذا الشخص يقطع الدجاج إلى قطع أصغر باستخدام هذا السكين الكبير والحاد. وضع أصابعه على مقربة شديدة من المكان الذي كان يضرب فيه السكين. كان يضع الكثير من القوة وراء كل ضربة، لذلك حتى لو كان يرتدي قفاز الحماية من السكين المقاوم للقطع، فإن القوة وراء الضربة لوحدها ستسحق أصابعه. ولكن يبدو أن هذا الشخص لديه الكثير من الخبرة في التعامل مع السكاكين ويتقن عمله بامتياز.